مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء مستقرة في معظم أجزاء المملكة، وأجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا وأيضا لطيفة ليلا، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية وبعض المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، تؤدي إلى سقوط زخات رعدية المطر في الشمال وأيضا الغرب في منطقة المدينة ومنطقة مكة المكرمة والمناطق الغربية، وأيضا بعض المناطق الجنوبية الغربية زخات متفرقة قليلة من المطر. بشكل عام الأجواء زي ما حكيت معتدلة إلى لطيفة نهارا تميل للبرودة ليلا، المنطقة الشرقية والوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا، وهذه الأحوال الجوية المتوقعة. نتمنى الجميع السلامة، شكرا للمتابعة.